حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. في موقع عربي 21، هيئة علماء المسلمين: العراق تحت نفوذ أمريكي مذل وتغول إيراني. في المدى نطالع: 100 توقيع لإعادة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، التشريع مرر بالأغلبية وليس ثلثين. نقرأ في العربي الجديد: البرلمان العراقي يخفق بالتصويت على موازنة العام 2021. ونطالع في الزمان: مصفاة الرياض وهجوم عليها وتنديد أمريكي بإعادة الطاقة العالمية. في القدس العربية: الشبك يحذر الرئيس الفلسطيني من قائمة مشتركة وحكومة مع حماس. وفي العربي اللندنية: نصر الله يحكم بالفشل على مساعي الحريري لتشكيل حكومة من الاختصاصيين. وفي الشرق الأوسط: أوروبا تستأنف التطعيم بأسترازينيكا بعد تبرئته من تجلط الدم. تمر علينا هذه الأيام الذكرى 18 لبدء العدوان الأمريكي البريطاني على العراق في 19 من شهر آذار عام 2003. وقد ذكر إياد العناز في صحيفة البصائر أن العدوان الأمريكي البريطاني كان حلقة رئيسة في استهداف العراق وشعبه ليكون ركيزة أساسا في السياسة الاستراتيجية الأمريكية باحتلال الأقطار العربية وتسيد منطقة الشرق الأوسط. ابتدأ العدوان واستمر طيلة 3 أسابيع، واستبيحت الأرض العراقية وشكلت سابقة خطيرة في العلاقات الدولية باحتلال بلد آمن والسيطرة على ثرواته النفطية وإمكانياته الاقتصادية وموارده المالية بأكاذيب وحجج واهية ادعتها الإدارة الأمريكية وساندتها فيها بريطانيا بوجود أسلحة الدمار الشامل وامتلاك العراق للأسلحة الكيميائية ودعم العراق لجهات وأدوات إرهابية، وهي في الحقيقة الميدانية أكاذيب باطلة ودعاءات فارغة وحجج واهية كانت غايتها إيجاد مبررات لبدء العدوان الظالم على العراق واحتلاله وتنفيذ المشاريع التي تخدم التوجهات الأمريكية البريطانية في المنطقة. أثبتت الوقائع والحقائق والدلائل الدامغة حقيقة الأكاذيب التي ساقتها دول العدوان بعد مقررات اللجنة الأمريكية التي شكلها جورج بوش الابن بعد أشهر من احتلال العراق، وكانت برئاسة ديفيد كي الذي قدم تقريراً مفصلاً يوم 3 من تشرين الأول 2003 إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، أعلن فيه عدم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل بعد إجرائه المسحة الميدانية الواسعة لأراضيه وعدم تمكن فرق التفتيش الدولي من الوصول إليها. وأحدث التقرير ردود فعل واسعة، وأكد زيف وخداع وتضليل دول الاحتلال للرأي العام العالمي التي ساقت المسوغات التي أحدثتها والمبررات التي أوجدتها لاحتلال العراق. أضاف الكاتب أن الاحتلال الأمريكي أكد حقيقة الخداع والكذب والأقاويل والحجج الواهية التي جاءت بها الإدارة الأمريكية لتسوغ الغزو والاحتلال لبلد حضاري هو العراق، وعلى أرضه شعب كبير مجاهد يعشق بلده ويضحي من أجله ويقاوم الاحتلال ويرفض الهيمنة الاستعمارية.
في صحيفة اندبندنت عربية كتب حسن فحص عن أوجه التشابه بين ما شاهدته الساحة الإيرانية من اغتيالات استهدفت مجموعة من السياسيين والليبراليين والمثقفين والناشطين السياسيين، وما شهده العراق في السنتين الأخيرتين من اغتيالات استهدفت خصوصا ناشطين سياسيين ومدنيين في ثورة تشرين. يبدو أن المشهد في العراق يدار بالعقلية والآلية ذاتها التي أدير بها الموقف من الاغتيالات في إيران زمن خاتمي، إن كان في القرارات التي تصدر عقب كل عملية اغتيال أو في الوعود التي تطلق بعدها بضبط الوضع، وعن نيات جدية لمنع استهداف الناشطين الذين رفعوا شعارات الإصلاح ومحاكمة الفاسدين والطبقة السياسية التي أطاحت بمؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية والاقتصادية خدمة لمصالحها ونظام المحاصصة. عمليات اغتيال بارزة شهدها العراق ارتفعت وتيرتها على هامش عمليات القتل التي تعرض لها متظاهرو تشرين الذين سقط منهم أكثر من 500 شخص وجرح الآلاف، إلى أن جاءت المحطة الأبرز مع اغتيال الباحث والناشط هشام الهاشمي، ومات لها من اغتيالات للصحفي أحمد عبد الصمد والناشط تحسين أسامة الخفاجي، وصولاً إلى المحطة الأخيرة التي طالت جاسم حطاب والد المحامي المخطوف علي جاسب في مدينة العمارة بمحافظة ميسان. عملية اغتيال جاسب عادت فتح مسار عمليات الاغتيال التي تستهدف ناشطين مدنيين في وقت كان العراقيون ينتظرون أن تخرج عليهم الحكومة بشخص رئيسها مصطفى الكاظمي للإعلان عن كشف الجهات المسؤولة عن عملية الاغتيال السابقة وتقديمهم إلى العدالة. أضاف الكاتب أن حكومة الكاظمي اكتفت بالمجموعة التي أعلنت توقيف عصابة الموت قبل نحو شهرين وحملتها مسؤولية قتل ناشطين في البصرة، في حين تنتظر الاغتيالات الأخرى تنتظر وعود الحكومة التي رضيت بإعلان تهريب قتلة الهاشمي إلى الخارج من دون أن تحدد الجهة التي هربتهم أو التي تتحمل مسؤولية الاغتيال. التعديل المصوت عليه في مجلس النواب بشأن قانون المحكمة الاتحادية مهم وأساس في سياق إصلاح سياسي وقضائي، لكنه ليس كل شيء، وهذا ما ذكره فاتح عبد السلام في صحيفة الزمان الذي أكد أن العراق بحاجة إلى تشريع قانون الكتلة الكبرى لتحديد رئيس الحكومة بدلا من ترك الأمر لتفسير المحكمة الاتحادية كما حصل في انتخابات عام 2010. البلد يحتاج قانوناً لكل قانون يحميه ويسنده، فلقد أصبح منذ 16 سنة دستور جديد في العراق، ولكن من هم الذين التزموا به؟ بل من هم الذين لم يكسروه بتلك التوافقات والبدع السياسية والطبخات الليلية في منازل المنطقة الخضراء؟ لا معنى لأي تشريع إذا كانت النية مبيتة في انتهاكه أو تهميشه أو تعطيله أو تجاهله كأنه ليس موجوداً. فالدستور العراقي مثلاً يمنع قيام الميليشيات ووجود السلاح خارج نطاق الدولة، لكن الحال يقول شيئاً آخر، إن البلد مقبل على انتخابات تبدو محاصيلها واضحة منذ الآن، وفي الأفق توقعات في العودة إلى ذلك الضياع واللعب بمصير البلد من خلال مفهوم مطاطي للكتلة الأكبر، وهو جدل انتهازي مبيت جرى البلد إلى مآس كثيرة وسوف يتكرر الوضع لا محالة. وإن من باب أجدى أن يكون لتلك الفقرة الخلافية المبهمة المعدة سلفاً للمناورة والمخاتلة السياسية قانون خاص اسمه قانون الكتلة الأكبر، يجري التصويت عليه في البرلمان وعدم تركه لتفسير المحكمة الاتحادية. لا توجد نقطة خلافية أكبر من بدعة الكتلة الأكبر التي لم ينصر تفسيرها الدستور نفسه.
الكاتب ذكر أن العراق الجريح النازف والمبتلى بالفساد والخزعبلات الفكرية بحسب تعبير الكاتب ضاعت منه سنوات مهمة جدا لم ينجز فيها شيء حقيقي للبلد والأجيال. فقانون المحكمة الاتحادية جاء اليوم في توقيت سياسي وهو مجرد فقرة كان من المفترض إنجازها قبل عقد من الزمان. في الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية وصف المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الأزمة السورية بمرارة بأنها الحرب غير المنتهية وأن سبب الإخفاق الحقيقي طوال كل تلك السنوات يرجع إلى اعتقاد كل طرف من الأطراف المعنية بأنه قادر على احتكار الحل. محمد سعيد الدريس رأى في صحيفة الخليج الإماراتية أن بيدرسون أضحى يرى آفاق لإدراك مختلف جوانب الأزمة مفاده أن كل تلك الأطراف لم تعد قادرة وحدها على احتكار الحل وأنه لا بد من نهاية تسوية متفاوض عليها. لم يستطع المفاد الأممي أن يتجاوز حدود هذا الإدراك بالعجز عند الجميع عن إنجاز حل حقيقي ولم ينخرط في تكملة المعنى أي الإجابة عن السؤال الأهم هل هذه الأطراف بعد هذا الإدراك باتت مستعدة لتغيير موقفها وأن تلتقي مع الأطراف الأخرى في نقطة عند منتصف الطريق الذي يتحقق معه توازن المصالح والأهداف للجميع؟ وهل تضع نهاية لهذه الأزمة أم لا؟ كل الأطراف ما زالت عند مواقفها، النظام السوري والمعارضة من ناحية، وروسيا وأمريكا من ناحية ثانية، وإيران وتركيا من ناحية ثالثة، ويمكننا إضافة الاتحاد الأوروبي كداعم للرؤية الأمريكية التي قد تبدو للبعض أنها مترددة عن اتخاذ مبادرة للحل في سوريا بالتقدم إلى منتصف الطريق نحو موسكو، ولكن الحقيقة أن هذا هو الموقف الأمريكي بدقة شديدة، عدم اكتراث بحل الأزمة السورية وجعلها ورقة استنزاف لروسيا في الشرق الأوسط وورقة إرباك لعلاقة كل من طهران وأنقرة وإدامة أزمة النظام العربي المنقسم على نفسه بخصوص إعادة إدماج سوريا في النظام العربي. على العكس من هذه السياسة تسعى موسكو جاهدة إلى فك الحصار عن النظام السوري والدفع قدما بعملية إعادة الإعمار وإعادة دمج سوريا في النظام العربي بالعودة إلى جامعة الدول العربية. أضاف الكاتب أن موسكو وواشنطن تسيران في اتجاهين متعاكسين والأمر نفسه ينطبق بدرجة أو بأخرى على مواقف باقي الأطراف مما يؤكد غياب النية عن التوصل إلى التلاقي عن أهداف متوازنة والتخلي عن عقدة احتكار طرف للحل في سوريا. في 21 من شهر أيلول الماضي عندما سئل الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى أين تتجه إذا لم تشكل حكومة جديدة إلى أين تتجه؟ ولم يتردد في القول مباشرة نتجه إلى جهنم. وهنا راجح الخوري ذكر في صحيفة الشرق الأوسط أن عون بدأ مساء الأربعاء الماضي كمن يضع المفتاح في باب جهنم ليفتحها على مصراعيها أمام اللبنانيين، هذا على وفق تعبير الكاتب طبعا، الذين يقفون على حافة فوضى عارمة لا يتخوف منها المواطنون فحسب، وإنما لا يتوانى الوزراء والمسؤولون عن التحسب الأمني لها. يوم الأربعاء قيل للبنانيين إن عون سيوجه لهم رسالة مساء في ساعة الأخبار، وحسب ذوي النيات الحسنة أنه يمكن أن يفتح قوة تساعد في ردم الفجوة الهائلة بينه وبين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري منذ أكتوبر تشرين الأول. كان دخان حرائق المتظاهرين يملأ سماء لبنان، وتسابق طيران الدولار الذي صار يساوي 10 أضعاف سعره الرسمي بعدما تجاوز عتبة 15,000 ليرة.
عزف النشيد الوطني تفخيماً، ثم قطعت نشرات الأخبار ليستمع اللبنانيون إلى كلمة الرئيس عون التي لم تستغرق أكثر من 3 دقائق، وكانت في عمق مضمونها بمثابة إنذار صريح موجه إلى الرئيس الحريري. لقد بدا الأمر بمثابة إهانة جديدة تدمر آخر إمكانية للتفاهم بينهما، بعدما كان عون اتهمه أمام حسان دياب بأنه كاذب، في وقت قال جبران باسيل صهر عون إن الحريري لا يؤتمن على الإصلاح وإنه مسؤول عن كل مسيرة الفساد التي ضربت مرافق الدولة في الفترة الماضية. كان الحديث العوني قبل أسابيع عن كذب الحريري، وجاء رد الحريري عن غباوة المستشارين، فكيف يمكن أن يتفاهم الاثنان على تشكيل حكومة جديدة توقف دخول لبنان إلى جهنم التي دخلها ويمضي سريعاً في نارها؟ وأضاف الكاتب أنه مع القصف بالمدفعية الثقيلة بين عون والحريري، قرر الرئيس المكلف أن يمضي في التحدي إلى النهاية، فقام بزيارة عون للمرة 17 في بعبدة، ولكن فوق أي حطام جلس إلا حطام وطن يعبر سريعاً إلى الجحيم. آمال كبيرة تعلقها غالبية الشعب الليبي على التسوية السياسية التي تحظى برعاية أممية وتوافق دولي إقليمي أفضت إلى اختيار سلطة تنفيذية موحدة. وهنا عمر كوش رأى في صحيفة العربي الجديد أن الحكومة الجديدة تنتظرها مهمات عديدة، أبرزها تطبيق خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الليبي في جنيف، والعمل على صياغة دستور جديد وقانون انتخابي بغية تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من شهر كانون الأول المقبل. مع تحرك عجلة التسوية السياسية في ليبيا بفضل توفر عوامل داخلية وخارجية دفعت باتجاهها، فإن أنظار الليبيين تتجه إلى مرحلة جديدة تحقق المصالحة الوطنية الشاملة وتنهي تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ ومصالح قوى الأمر الواقع، وتقطع مع زمن الحروب والمعارك نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار واستعادة الوحدة وسيادة الدولة، والتي تقتضي حل كل الميليشيات وتشكيل جيش وطني وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وإنهاء معاناة الليبيين على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات والمناطق. وبالتالي يشكل الطموح الشعبي العام في الوصول إلى هذه المرحلة أهم تحديات السلطة الجديدة، وبوصفه أهم أولويات خريطة الحل السياسي ومرتكز اتفاق جنيف للجنة العسكرية المشتركة الموقع في 23 من أكتوبر تشرين أول الماضي. غير أن الرهان على انتهاء زمن الحرب الذي وعدت به السلطة الجديدة يقتضي النظر في حسابات الجهات المحلية وارتباطاتها بالقوى الخارجية وحسابات الربح والخسارة لديها، الأمر الذي يشي بأن الطريق نحو الاستقرار في ليبيا طويلة وتعجب الحفر والمطبات، فتجاوز مخلفات الحرب وآثارها لا يمكن أن يتم خلال مدة قصيرة، ويتطلب اتخاذ خطوات جريئة تنهي الاستقطاب المناطقي بين الشرق والغرب وتعيد بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية في وقت قصير. أضاف الكاتب أن الأطراف الخاسرة من التسوية ستحاول وضع العراقيل أمام الحكومة الجديدة، فقد سبق أن شهدت ليبيا محاولات عديدة للتوصل إلى تسوية سياسية بين أطراف الصراع في ليبيا، بدءا من اتفاق الإسخيرات وصولا إلى مؤتمر برلين، لكنها انتهت إلى الإخفاق. في أثناء مناورة تدريبية أطلقت دبابة تابعة للجيش الإيطالي قذيفة على مزرعة دواجن في شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن قتل أعداد كبيرة من الدجاج وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الحادث وقع عندما كانت دبابة مضادة للدبابات
تشارك في مناورة ليلا في ميدان عسكري بالقرب من فيفارو على بعد نحو ساعة بالسيارة شمال البندقية فينيس. وأضافت صحيفة عددا كبيرا من الدجاج قتل من جراء سقوط القذيفة في حين انهار جزء من المبنى الذي كان يؤويها. وأوضحت الصحيفة أن المدعي العام في مقاطعة بوردينوني فتح تحقيقا وأوقف من الخدمة المدرعة الأربع التي كانت تشارك في تلك التدريبات. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم. غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.